هنبدأ شباب دلوقتي أول هوم ورك عندنا في شابتر 3، بنتكلم على لينزز لو وفاراديز لو. تعالى كده نبدأ بسم الله الكوتش بانك بتاعنا ويلا بينا. فاحنا بسم الله كده بيقول لك ايه؟ The opposite figure show a circular coil of 20 turners. دي بقى انا معايا الان، ادي اول معلومه ب 20 whose face area، ادي الاريا 0.385 متر سكوير، while its plane perpendicular يعني الثيتا ب 90، to magnetic field of flux density وداك البي 0.2 تسلا. حلو. The shape of the coil is changed نتيجة انت عملت stretch in two opposite direction فالاريا decreased، الاريا قلت، يعني بيحصل تغير بالديكريز، فلازم يتولد EMF نوع ايه؟ نوع فورورد. لازم تكون فاهم الكلام ده، فورورد يعني هيطلع بوستف. فالاريا قلت لكام؟ اريا 2 0.077 متر سكوير within time 1.4 second. حلو. لقيت its plane remain perpendicular to the flux and induced electromotive force generated. فالـ EMF هتبقى نيجاتيف ان دلتا فاي باي دلتا تي. هنا التغير في مين؟ في الاريا. فالـ ان اهو ادي نيجاتيف 20. حلو. تايمز. المفروض بقى اريا 2 ماينس اريا 1 يبقى 0.077 ماينس اريا 1 اللي هي 0.385 في البي اللي هو 0.2. حلو. في ساين 90 عشان ال بيربنديكولار والرسم واضحه قدامك اهو. جميل. اوفر التايم قال لك بكام؟ 1.4. فالحسبه دي لما نيجي نحسبها هتطلع كام؟ تطلع اهو ب 20 في براكت 0.035 ماينس 0.077 في 0.2 ساين 91 على 1.4 تطلع بالظبط 0. بص كتبنا حاجه غلط. شفت شفت بسم الله تطلع معانا، هي انا فاكر انها 0.88 بس تعالى نتاكد تطلع فعلا 0.88. كويس واحد ذاكرته لسه قوي 0.88 فولت. يبقى ده اول سؤال. وهنا الفاريشن في الايه؟ في الاري هتبقى سي. طب تعالى اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لك during motion of metallic ring satellites in the plane of the page and induced electric current is generated. ماشي. ال induced current اتجاهه clockwise، فانت هتطبعه ادي الكرنت ادي الفيلد، يبقى انا في اكسات. حلو. طب والكرنت بقى الاصلي اللي هو الاي داو، ادي الكرنت ادي الفيلد، فهيعمل بقاعده امبير فيلد اوت اهو. طب دول عكس بعض، يعني اتولد اي ام اف، ده اتولد اي ام اف نوع ايه؟ ما دام عكس الموجود اسمه باكورد، عكسيه. امتى يحصل باك؟ لما يحصل انكريزس. يبقى دلوقتي انا وصلت ان بيحصل زياده، بحيث يزيد يقلله. الزياده دي معناها ابورد غلط او داونورد، اكيد زياده يبقى موف تو ذا رايت. اكيد ان الرينج دي كانت بتقرب فبيحصل دلتا فاي باي دلتا تي بالانكريزز، فمفروض ان الاوتس دي الدوتس بتزيد فيتولد دي ما في يحاول يقلله، يعني تبقى اكس تبقى سي. تعال اللي بعده نمبر 3. نمبر 3 بيقول لك فيجر 1 ريبريزنت ماجنت ذات موف ات ا سيرتن ديستانس وذ فيلوسيتي في. طب جميل. Toward static circular coils and electromotive force for a magnitude EMF generated. يعني السرعة V ولدت EMF مقدارها 1 EMF. 1. حلو. في الحالة التانية بقى أنا هعمل تغيرين. قال لك الماجنت ده هيبعد بـ V والكويل هيبعد بـ V. فوكأن دي اسمها relative velocity. أنت عارف الكلام ده. relative speed أو relative velocity. لو عكس بعض بنعمل ايه؟ بنعمل بلس في بلس في يعني 2 في. يعني وكأن الكويل ده ثابت والماجنت بيبعد ب 2 في. بيبعد بكام؟ ب 2 في. فالسرعه زادت للضعف، اكيد الاي ام اف اللي هيتولد هيزيد لايه؟ للضعف للدبل. ليه؟ لانهم عكس بعض، حاجتين بيتحركوا عكس بعض، فكأن واحد بيشوف الثاني بمجموع السرعات.
فقال لك the magnitude of the induced electromotive force become 2 EMF. دي نمبر 3. حلو. لو رحنا نفس الفكرة بيقول لك فيجر 1 برضو represent magnet that move at a certain distance with uniform velocity v. فقال لك الستاتيك كويل فتولد هنا EMF مقدارها برضو 1. حلو. لو الاثنين بقى بيتحركوا مع بعض بنفس السرعة هل في variation؟ هل الفلوكس لاينز بتزيد او بتقل؟ لا، ان انت هنا بتعمل ماينس في الريلاتيف فيلوسيتي او الريلاتيف سبيد، ما دام مع بعض بنعمل ماينس فالسرعه تكون بكام؟ بزيرو، او تقريبا ما فيش فاريشن لان الديستانس ولا هتزيد ولا هتقل، فاللي هيتولد هنا اي ام اف مقداره كام؟ قال لك مقداره زيرو، ما فيش فاريشن اصلا، ما فيش تغير، فطبعا الكتروموتيف فورس ان ذا كويل بيكمز زيرو EMF. ده الماجنتيود. فكرة حلوة بتأكد على الريلاتيف فيلوسيتي، لو عكس بعض بنعمل بلس، لو مع بعض سيم دايركشن بنعمل ايه؟ ماينس. نمبر 5 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت، قال لك سولينويد مديك النمبر اوف تيرنز ادي الان اند كروس سكشنال اريا 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 2 ادي الاريا هوز ريزيستنس 1.5 ودي ار، دي مقاومة الايه؟ السولينويد. يعني السولينويد ده اهو ليه ريزيستنس، متوصل بجالفانومتر، الجالفانومتر نفسه كمان ليه ريزيستنس. حلو. يعني انت عندك هنا في ريزيستنس وعندي هنا في ريزيستنس، دي الكتريك سيركت سيريس. ماشي. طبعا دي ب 8.5 ودي بكام؟ دي ب 1.5. قال لك في بار ماجنت اكس موف توورد السولينويد along the extension of its axis with uniform velocity. فقال لك average induced current 40 ملي امبير، ده الاي generated in solenoid within 1 second، في الثانية الواحدة. فاحنا هنعمل ايه؟ كل اللي عملنا نقوله الـ EMF هو عبارة عن negative N delta phi by delta T، فده يتفك I في R ودي N، والدلتا phi هنا الماجنت لما بيقرب move close اهو بالمنظر ده. حلو. بيبقى جاي بيربنديكولار الفلكس لاينز، فدي هتتفك ب في ايه؟ في ساين، طبعا ساين ايه؟ ساين 90. امال الدلتا هنا في مين؟ الدلتا هنا في البي، فدي ادي دلتا بي. الاريا، الاريا اهو مديها لك ب 4 تايمز 10 باور نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 2. ماشي. في ساين 90. حلو. في تايم قد ايه؟ ب 1 سكند. نبدأ بقى نعوض الاي في الار، الاي اهي 40 في 10 نيجاتيف 3. الار بقى يا معلم عندك مقاومتين سيريز، يعني ب 10، القصه دي ب 10 اهي. طب الان بكام؟ الان كمان عندي ب 20 اهو، فهتلاقي الانون الوحيد اللي عندي مين؟ الدلتا بي. فالدلتا بي لما اعمل كروس ملتيبليكيشن تطلع ب 0.5 تسلا، ده النص الاول. حلو. طب بعدين النص التاني بقى من السؤال، تعالى كده نكمل. بيقول لك ان هو يغير الماجنت اكس تشينجد باي انذر واي اند موفد وذ سيم فيلوسيتي، نفس السرعه في سيم ديستانس سيم دايركشن، نفس كل حاجه، بس غيرت شده الماجنت، يعني في بي دلتا بي ثانيه، دلتا بي 2 هتتغير، دي دلتا بي 1 مثلا اهو. حلو. فراح قال لك برضو اتولد باي افريج انديوسد كارنت 30 ملي امبير ان 1 سكند. فخليك بقى انسان ذكي، تعمل ايه؟ ما هو نفس كل الفاكتورز، فممكن اقول ايه؟ اهو اي 1 على اي 2 بتساوي دلتا بي 1 على دلتا بي 2. فاي 1 كان ب 40 ملي، اي 2 بقى بكام؟ قال لك اي 2 بقى ب 30 اهو، ايكوال دلتا بي 1 اللي هي 0.5 اوفر دلتا بي 2. تبدا تعمل برضه كروس ملتيبليكيشن، فالكروس ملتيبليكيشن ده يطلع لك ان دلتا بي 2 تطلع تقريبا 0.375، يعني تاكد كده 0.375 فعلا او 0.375 تسلا. حلو. ده الاحتمال الثاني او قصه ثانيه. هو عايز ايه بقى؟ هو عايز what is the difference between the magnitudes of the change، يعني magnitudes قيم change in the magnetic flux density delta B which induce the current in the two cases. يعني عايز ال difference، فانت عارف ان ال difference equal
مفروض هنا يبقى الكبير مع الصغير دلتا بي 1 ماينس طبعا ايه الدلتا بي 2. فالقصه دي كلها هنعملها 0.5 ماينس 0.375. فالقصه دي هتطلع بالظبط ب 0.125 تسلا. سؤال محترم جدا جدا جدا. فالانسر طبعا هتكون سي. السؤال اللي بعده شباب نمبر 6، تعالى كده نشوف بيقول ايه. نمبر 6 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ميتاليك رينج. فرينج طبعا يعني ان الان بون. طب جميل. اكسبوزد عرضت لمجال مغناطيسي بيربنديكولار يعني السيتا ب 90. اف ذا فيلد انكريزد باي ريت يبقى ده الدلتا فاي، ده معدل التيار. انكريز باي يبقى ده الدلتا. خباك معلومه دي 0.4 ويبر بير سكند. Then the intensity to the current passing will direction. بص اولا حصل ايه؟ حصل انكريز. فلما يحصل انكريز لازم يتولد اي ام اف نو باكورد عكس التغير. عكس التغير باكورد يعني صد، يبقى انا لازم في دوتس حاول يقلله. فهو ادي الفيلد ادي الكرنت، يبقى انا هلف كده اهو في الاتجاه ده. يبقى انا همشي من اكس لايه الواي، يعني من هاي هنا للو، يبقى من اكس لواي، من اكس لواي. فعايزين نجيب قيمه الكرنت فنجيب الاي ام اف. فالاي ام اف نيجاتيف ان دلتا فاي باي دلتا تي. حلو. الان ب 1 والدلتا فاي، انا معايا الدلتا فاي ب 0.4 ويبر بير سكند، يعني كمان ده الدلتا فاي باي دلتا تي. راجل محترم جدا. فتطلع القصه دي ب 0.4 فولت. فانا عشان اجيب الاي هيبقى الاي ام اف على الار. يبقى كل اللي هنعمله هنقسم ايه 0.4 على 0.02 بس اهو. فهتبقى 0.4 على 0.02 فتطلع ب 20. يعني يطلع ان الكرنت ب 20 ايه؟ ب 20 امبير. والدايركشن فروم اكس تو واي، يعني الانسر طبعا هتكون ايه؟ عرفت منين؟ من كلمه انكريز. انكريز يبقى تولد ام اف نو باك، يحاول يقاوم التغير يعني يبقى بعكسه فيبقى اوت. ادي الفيلد ادي الكرنت هيلف في الاتجاه ده. طب جميل. نمبر 7 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر ريكتانجلر كويل مديك الاريا لا لينس في ويدث. فلينس في ويدث يعني بتتكلم هنا 20 طيب استنى خلي بالك سنتي طيب استنى بار نيجاتيف 4. حلو. بعدين راح قال لك ان الترنز ب 25 كويل از موفد تل هاف اوف اتس اريا بيكام انسايد، يعني داخل لمجال مغناطيسي نص المساحه بقت جوه، يبقى التغير في الاريا. يعني الدلتا دلوقتي فاي هتبقى بي في دلتا اريا في ساين سيتا. طبعا ساين سيتا هنا 90 عشان بيربنديكولر، قال بيربنديكولر ومديك البي. فالدلتا اريا بقى هتجيبها ازاي؟ هي اريا 2 ماينس اريا 1. طب اريا 2 ماينس اريا 1، اريا 1 المساحه بره حلو بزيرو، ادي بزيرو. اريا 2 هتبقى نص الاريا يعني نص اللينز في الويتس. خلي بالك من القصه دي. فلما تيجي تحل قال لك افريج انديوس دي ميف تولد ب 0.4 والبي ب 0.16. هو عايز بقى زين التايم انترفال ايكوال بكام؟ فتقول لي اهو اي ام اف نيجاتيف ان دلتا فاي باي دلتا تي. فالاي ام اف عندك اهو 0.4. الان قال لك ده ريكتانجلر كويل وما ادكش، لا اداك الان اهو الان بكام؟ ب 25. يبقى دي 25. الدلتا فاي قلنا تبقى هاف في اللينس اللي هو 20 في الويتس اللي هو 10 تايمز 10 باور نيجاتيف 4. ده الدلتا اريا تايمز البي اللي هي كام؟ اللي هي 0.16 طبعا تايمز ساين اي ساين 90. حلو. القصه دي كلها على دلتا تي بس. يبقى انت عايز ايه؟ عايز التايم. يبقى احنا كل اللي هنعمله هنبدا نعمل كروس مالتيبليكيشن ونجيب التي بكام. فالحسبه دي لما نيجي نحسبها طبعا هنا يبقى اوفر 1 ب 25
times 0.5 20 في 10 times 10 power negative 4 0.16 في sin 90 divided divided 0.4 تطلع 0.1 second 0.1 second ده الايه ده الانسر ده التايم اوف فاريشن هتبقى 0.1 second دي نمبر 7 نمبر 8 بيقول لك the opposite figure show a ring ماشي الرينج ده ماله بقى is placed in a plane of the page and affected by magnetic field whose direction is perpendicular to and out ماشي out of the page which is the following lead to generation of induced EMF in clockwise in a in clockwise clockwise يعني كده بالمنظر ده ده الكلوكوايز فالكلوكوايز لو ركزت معايا ادي الكرنت ادي الفيلد يبقى هنا في اكسات حلو يبقى ده الكلوكوايز اهو ده الكلوكوايز ادي الكرنت ادي الفيلد فهتلاقي ان الاثنين دول عكس بعض الاثنين دول عكس ايه عكس بعض لان الكلوكوايز هيعمل ان وفي هنا اي اوتس في دوتس في دوتس في دوتس يعني كده تولد ايه في نوع ايه عكس الموجود يبقى باكورد عكسيه جميل جميل طب ما دام باكورد قال لك الباكورد تحصل امتى قال لك في اي عمليه انكريزس اي باك يبقى انكريز لازم يحصل دلتا فاي باي دلتا تي بالانكريز تعال ندور على كلمه انكريز فهل موفينج ذا رينج ابورد جوه ماجنتيك يونيفورم غلط موفينج رينج تو ذا رايت ما فرقتش ديكريزنج الدنسيتي ولا انكريزنج طبعا ندور على كلمه انكريز الدنسيتي لان اتولد ايه في نوع باكورد عرفت منين من كلمة clockwise هتبقى ايه طب جميل نمبر 9 نمبر 9 بيقول لك the opposite frame show a rectangular metallic frame او opposite figure that is placed in the same plane beside a long straight wire that carry an electric current so in which of the following directions if any اتجاه the frame should move so that electric current is induced clockwise تاني clockwise اهو ده كلوكوايز مع قارب الساعة ادي الكرنت ادي الفيلد حلو يبقى هنا في ان وكمان ادي الكرنت ادي الفيلد يبقى هنا كمان في اكسات يبقى الاصل يعمل اكسات والانديوز ده عمل اكسات يبقى اللي اتولد ده اسمه ايه مف نوع ايه قال لك نوع فورورد فورورد يعني زيه امتى يحصل فورورد قال لك لما يحصل دلتا فاي باي دلتا تي بل ديكريزس اي تغير بالنقصان دور لي على كلمه ديكريزس حلو ما لقيتش ديكريز نشوف بيتحرك ازاي سو ذات ان الكتريك كارنت انديوسد ان كلوك وايز ثرو ذا فريم بيتحرك في انهي اتجاه بقى قال لك ان ويتش دايركشن مش قال ديكريزس هل ديكريز ينفع فوق وتحت قال لك فوق وتحت لا مفيش اي تغير فيقرب يبعد حلو ما دام اتولد زيه يبقى اكيد كام بيبعد يبقى في اتجاه مين اتجاه بي موف اواي ليه؟ لان لو انت عملت موف اواي دلتا فاي باي دلتا تي تبدا تقل. ولما يقل يتولد يبقى فورورد فيعمل ماجنتيك فيلد زيه اهو ادي الكرنت ادي الفيلد فده برضه اهو ادي الكرنت ادي الفيلد فطبعا هيكون موف اواي يعني في اتجاه طبعا بي. دي نمبر 9. تعالى اللي بعده. نمبر 10 بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر شو ا ريكتانجلر coils that move in the plane of the page to enter uniform magnetic field داخل لمجال مغناطيسي which is perpendicular برضو to the plane of the coil and directed into except into the page then exit يعني داخل وجوه وخرج فقلت لك بتولد induced EMF في عملية الدخول ليه؟ لان انت بتقطع عدد من الخطوط او كل ما تخش تقطع عدد من الخطوط اكتر and so on فهنا بيحصل دلتا فاي باي دلتا تي بالانكريز يتولد ايه في نوع ايه بقاعده لينز باك انديوز دي مف باكورد عكسيه يعني يقاوم التغير ده اقاوم التغير ده بايه؟ قال لك مش في اكسات اقاومها ازاي؟ باك عكسها دوتس فتطبق اهو ادي الفيلد ادي الكرنت فهتلاقي انت بتلف كده اهو الكرنت يمشي كده دي كلوك ولا انتي؟ لا دي طبعا انتي ده الجزء الاول طب وانت جوه اول ما يخش تماما مفيش انديوز دي مف طول ما انت هنا حلو اول بقى ما تبدا تخرج عمليه الموف اواي عدد الخطوط اللي جوه المساحه يقل فيحصل دلتا فاي باي دلتا تي بالديكريز يقل تغير بالنقصان فيتولد اي ام اف فورورد يحاول يزوده يعني يعمل اكسات زيه يبقى هنا هنعمل اكسات زيه اهو
فلما تيجي تطبق كده قاعده امبير ادي الفيلد ادي الكارنت هيبقى في الاتجاه ده. فالاتجاه ده اللي هو طبعا ايه اللي هو طبعا هيكون كلوك وايز. طبعا اللي فاهمان يقول لي مستر ما دام الفاريشن هنا عكس الفاريشن هنا اكيد لو هنا انتي يبقى كده هنا عكسها تبقى كلوك. فدور على انتي كلوك زين ان كلوك دايركشن فطبعا هتكون دي نمبر 10 فكره برده محترمه جدا. نمبر 11 نمبر 11 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر ا ماجنتيك فلكس من اتريت بيربنديكولاري يعني ساين 90 ابلين اوف ميتاليك رينج يبقى الان ب 1 واداك الاريا 45 سنتيمتر سكوير. If the density of the magnetic flux changes with time according to the graphical relation حلو which is shown in the opposite graph then the induced EMF in the ring في الفترة AB EMF induced فال EMF induced عادي هو نيجاتيف N دلتا فاي باي دلتا تي فالفترة دي البي بتزيد فبيتولي دي مف يحاول يقاوم التغير قاعدة لين زي ما باك induced EMF والتغير هنا في البي فالN بوان والبي 0.08 ماينس 0 في الاريا اللي هو مديها لك 45 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 طبعا ساين 90 عشان بيربنديكولر على دلتا تي اللي هو كام 0.1 فالقصه دي لما اجي احسبها 0.08 45 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 على 0.1 فتطلع 3.6 بالظبط اهو طيب 10 باور نيجاتيف 3 طب جميل الجزء الثاني عايز بايه دايركشن اوف انديوس ذا كارنت ان ذا رينج ديورينج ذا بيريود سي دي الدايركشن هنا فهنا البي بي ال فما دام بي ال هيتولد ايه في نوع ايه نوع فورورد يعني زيه حاول قوي فهنا الاكسات اهو بتقل فهيتولد برضو اكسات اهو حلو فتقول له ادي الفيلد ادي الكارنت اهو كده بس كده انت بتلف ايه بتلف طبعا كلوك وايز عشان يعمل فيلد معايا يحاول يقوي طبعا هتبقى 3.6 وكلوك وايز فتكون طبعا سي طب جميل تعال اللي بعده نمبر 12 بيقول لك ان ستريت واير كاري ان الكتريك كارنت بلو ويتش اند ان ذا سيم بلين ريكتانجلر ميتاليك فريم في فريم is placed as shown so in order for an induced current to be generated in the frame clockwise يبقى هنا في clockwise او بالمنظر ده يبقى clockwise او ادي الكرنت ادي الفيلد يبقى هنا في اكسات حلو طب والواير نفسه ادي الكرنت جوه الفريم عامل اوت اهو طب وان واوت ده معناه ايه معناه عكس بعض يعني بيحصل اي ام اف نوعه باك اسمه باك امتى يتولد الباك لما يحصل دلتا فاي باي دلتا تي بال انكريزس امتى يحصل باك لما يحصل دلتا فاي باي دلتا تي بال انكريزس زياده فبيقول لك ذا واير ماست بي موف الواير ها بيتكلم عن الواير ماست بي موف ان ذا بلين اوف ذا بيج الواير عشان يحصل زياده يبقى لازم الواير يقرب يبقى كده الواير يتحرك ايه يتحرك داون وورد بحيث لما يتحرك داون وورد يقرب الماجنتيك فيلد يزيد فيحصل دلتا فاي باي دلتا تي بالانكريز فهيتولد ايه في نوعه باكورد عكسه فيعمل فعلا كلوك وايز الواير موف داون وورد هتكون دي طب جميل تعال اللي بعده نمبر 13 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر ديورينج انكريز ذا انتنستي اوف ذا كارنت باسنج ان ستريت واير يبقى ادي الكارنت ادي الفيلد اهو في هنا اكسات حلو دي لما تزيد تقول دي مف نوع ايه نوع باكورد احنا قلنا اي انكريز بتولد دي مف نوع باكورد عكسيه تقاوم زياده الاصليه فتقاوم زيادتها ازاي بدوتس اهو يبقى ادي الفيلد ادي الكارنت بالمنظر ده جميل فيبقى كده الكارنت ماشي منين لفين من بي تو اي عشان تولد دي مف نوع باك يبقى ان انديوس ذا كارنت جنريتد ان ذا ميتاليك فريم ان دايركشن فروم بي تو اي ان ريزيستور ار اهو هتبقى بي ما ينفعش من ال بي غلط ونو انديوس بره طبعا غلط اللي هي دي ودي بيقول لك ذا رينج موف اواي طبعا غلط تماما الحل انديوس ذا كارنت جنريتد ان ميتاليك رينج
in direction from B to A. طب جميل. تعال اللي بعده. Number 14. Number 14 the opposite figure برضو copper ring connected to resistor R. Enclosed circuit where a magnetic field that is coming out of the bridge out perpendicular induced the current generated from A to B. نكمل اهو from A to B. اهو يبقى هيكمل كده. كده 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 في الاتجاه ده. حلو. وبعدين اقول له ادي الكرنت ادي الفيلد يبقى هنا اوت. اوبا زيه زيه. ده يعني اي ام اف نوع ايه؟ قال لك اي ام اف نوع فورورد. حلو. امتى يحصل فورورد زيه؟ قال لك لما يحصل حاجه اسمها دلتا فاي باي دلتا تي بالديكريزز بقاعده لينز يقل. دور على كلمه ديكريز. يبقى ينفع انكريز؟ لا. ماجنتك فلكس ديكريز ويز يونيفورم ريت اه اي ديكريز ريمينز ان تشينجد. غلط. انكريز برضو غلط. فالانسر هتبقى بي. لازم يحصل ديكريزز. شيت دي ما في نو فورورد. ليه؟ لان قال لك ماشي من اي تو بي فيعمل كلوك وايز يبقى الفيلد مع الفيلد الاصلي. نمبر 15 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر ذا ماجنت موف توورد ذا رينج ذا بوتنشال اي از. بص اولا دي فيرتيكال ها يعني تخيل القصه دي فيرتيكال فده بيقرب اس يبقى هنا من ورا في اس. حلو. عشان يقرب يصده. وهنا عندنا يبقى ايه نورث. يبقى في الفيس اللي ورا اس والفيس اللي قدام نورث. هنا نورث. يقول له ادي الكرنت بصبعي مع نورث اهو ادي سوري فيلد ادي الكرنت. او قلنا النورث دايما بيبقى انتي ايه انتي كلوك وايز. هتلف كده بعدين تكمل 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 تكمل. دور شابتر 3 خلص وشابتر 2 خلص. شابتر 1 الكرنت بيمشي طبعا من هاي بوتنشال للو بوتنشال. فالبوتنشال اوف اي اكيد ليس ذان بي. دي نمبر 15. تعال اللي بعده. نمبر 16 على الجرافس بيقول لك the opposite figure represents the change of the intensity of an electric current passing through an induction coil. يبقى عندي كويل بيحصل له فاريشن فده التيار بتاعه. قلنا ان احنا بنرسم الاول ايه؟ الدلتا فاي او الدلتا اي باي دلتا تي مع التي. وقلنا اي حاجه بتزيد بمعدل ثابت تغيرها ثابت. اي حاجه بتقل بمعدل ثابت تغيرها ايه؟ تغيرها ثابت. ده الاول. طب انا عايز الاي ام اف. الاي ام اف دايركت مع دلتا فاي اه باي دلتا تي بس اوعى تنسى في ايه؟ نيجاتيف. فبتتعكس. يعني بوزيتيف والنيجاتيف فبتبقى نيجاتيف ايه؟ بوزيتيف. او قلنا اي انكريزز بيتولد اي ام اف نوع باك يبقى لازم يبقى نيجاتيف. اي ديكريز بيتولد اي ام اف نوع فورورد يعني لازم هنا تبقى بوزيتيف. جميل. فالانسر طبعا هتكون دي. دي نمبر 16. السؤال اللي شبهها برضه عشان ناكد على فكره الجرافات دي او نمبر 17. The opposite figure represents the change برضو of current intensity passing through induction coil. Which of the following graph represents the change of induced potential difference مع التايم. حلو. نبدأ الأول نجيب الدلتا I by delta T أو الدلتا فاي. أهو. حلو. أي constant no change يبقى no induced EMF. أهو كده. وبعدين ده بيقل بمعدل ثابت يبقى تغيره ثابت تحت أهو كده. طب بعدين ده بيزيد بمعدل ثابت يبقى تغيره ثابت فوق. طب جميل. يبقى ده النيجاتيف ده البوست. انت بقى عايز مين؟ عايز الاي ام اف. فتحط ايه؟ نيجاتيف. لان القانون نيجاتيف دلتا فاي باي دلتا تي. فالنيجاتيف يبقى بوستيف والبوستيف يبقى نيجاتيف. او بمبدا احنا قلنا بيقل بيتولد ايه في نوع ايه؟ هنا باك يبقى لازم يبقى نيجاتيف. وهنا بيزيد بيتولد ايه في نوع فورورد. جميل. فالانسر طبعا هتكون سي. يبقى اي حاجه قلنا كونستانت مفيش اي ام اف بيتولد كونستانت. اي تغير لينير بيولد اي ام اف نوعه كونستانت ثابت. بس بقاعده لينز لو بيقل هيبقى ايه؟ لو بيقل هيبقى سوري انا عكست عشان بس كده عكست يبقى الصح الكلام اهو. لو بيقل يتولد فورورد ولو بيتزيد بيتولد باكورد. عشان الكلام صح. لو بيقل بيتولد فورورد ولو بيزيد بيتولد ايه؟ باكورد. جميل. يبقى انت عايز تبدا تحلها سلوب بيقل يتولد هنا فاريشن في النيجاتيف وبيزيد يبقى هيبقى كونستنت في البوزيتيف. بعدين وانت بتجيب الاي ام اف الاي ام اف قلنا دايركت اوعى تنسى مع نيجاتيف دلتا فاي باي دلتا تي فتتعكس النيجاتيف تبقى بوزيتيف والبوزيتيف تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف. جميل.
تعال نخش في السؤال اللي بعده. فيلا يلا السؤال اللي بعده شباب نمبر 18. بص بيقول ايه بعد واحد. بيقول لك the figure shows a correct direction of the induced current in the metallic ring. اني واحد فتعال نجرب واحده واحده. ده بيبعد بساوث يشده بايه بنورث قاعده التيه لينز وهنا ساوث. فلما تيجي تجرب كده صبعك دايما اهو مع النورث هتلاقينا بلف كده جاي في الاتجاه ده. يعني هتلاقي الروتيشن جاي كده هتلاقي ده عكس الاتجاه المفروض فدي تبقى غلط تماما. فتجرب بعد واحده. طب هنا ده بيبعد بيبعد بايه بنورث يشده بايه هنا ساوث وتحت ايه تحت نورث. فلما تيجي تجرب اهو صبعي مع النورث هتلاقي ان الكرنت بيلف كده او بلف في الاتجاه ده او جاي كده برضو غلط عكس الارو. طب تعالى هنا مفيش موشن اصلا يبقى نو انديوس دي ملف غلط. فاكيد الانسر دي تعالى اتاكد اهو بيقرب بنورث يصده بايه بنورث ماشي وتحت هيبقى ايه تحت هيبقى ساوث. فصبعي اهو مع النورث صبعي الكبير من ايد اليمين فهتلاقي الكرنت فعلا بيلف كده اهو مع الارو. جميل انت هتجرب واحده واحده. هنا ده بيبعد يشده يبعد يشده لقيت طلعت غلط. هنا نو موشن يعني مفيش فاريشن اصلا مفيش دلتا فاي باي دلتا تي نو انديوس دي ميث. هنا بيقرب يصده ودايما الريبولشن بلايك بول فتبقى صبعك مع النورث بتلف كده اهو. الانسر طبعا هتكون دي. طب جميل السؤال اللي بعده نمبر 19. نمبر 19 بيقول لك هنا بار ماجنت في through an aluminium ring بيقع. حلو بيقع دي تو كيسز وهو بيقرب يصد هنا نورث وتحت ساوث يبقى الصبع اهو مع النورث يبقى انا بلف كده اهو. طب جميل. طب بعد ما الماجنت ده ما يعدي وصل لحد هنا اهو هنا الساوث وهنا النورث وهو بيبعد يحصل ايه يشده فيشده بايه قال لك يشده هنا اللي بنورث وهنا اللي بساوث فطبيعي لازم تتعكس يبقى هو صبعي مع النورث يبقى ادي الكرنت ادي الفيلد وادي الكرنت فالكرنت هيجي كده. يبقى انت عندك اتجاهين عكس بعض الاولاني كان بيلف كده ده ايه ده انتي كلوك والتاني هيبقى طبعا كلوك اهو بس يبقى انتي زين كلوك. يبقى انتي كلوك وايز دايركشن زين ان كلوك وايز هتكون دي. يبقى يقرب يصده تقوم جاي مطبق ادي انتي كلوك بيبعد وهو بيبعد بساوث يشده بايه بنورث فتبقى طبق هتطلع كلوك وايز. نمبر 20 بيقول لك ان ذا الكتريك سيركت ويتش از شون ان ذا اوبوزيت فيجر ريدنج في ميتر كان كونستانت ذن وين ذا ماجنت از بولد اوت. بولد اوت يعني اتسحب. فانت تجيب التيار الاصلي الاول اهو ده الاصلي كده اهو حلو يبقى ادي الكرنت ادي الفيلد هنا نورث وهنا ساوث ماشي. طب بعدين اللي يحصل اللي يحصل ده بيبعد بيبعد ايه بنورث فيشده بايه هيشده هنا بساوث وهنا ايه نورث انديوزد بالاندكشن فلما تطبق صبعي على النورث هتلاقي الكرنت ايه لفوق ماشي مع التيار الاصلي ماشي مع التيار الاصلي. يعني عندي هنا اي انديوزد وعندي هنا اي باتري وهتعمل منهم بلس فاكيد الريدنج في الاميتر هيحصل له ايه اكيد الريدنج في الاميتر هيحصل له انكريزس. او بطريقه ثانيه الماجنت هو بيبعد يحصل دلتا فاي باي دلتا تي بالديكريز فهيتولي دي مف نو والله فورورد يعني بيعمل قوه دفع كهربيه مع الاصليه بتزود الاصليه فلازم يحصل له انكريز. دي نمبر 20. نمبر 21 بيقول لك ان ذا اوبوزيت فيجر واير اكس واي از موفينج وذ يونيفورم فيلوسيتي في ان دايركشنز ذات از شون ان ذا اوبوزيت فيجر so that it cut uniform magnetic field which is perpendicular into the plane of the bench بس جوه الايه triangle ده confined in triangle بس. then the graph that represents the relation ما بين الاي ام اف generating a wire and time from the moment of entering في لحظه دخوله to the moment of exit من الدخول للخروج بس يعني من اول هنا قبل ما تخش الاي ام اف بزيرو اول ما تخش هتبدا تقطع خطوط مجال متزايده فالفاي بيزيد فيحصل دلتا فاي باي دلتا تي بالانكريز فالاي ام اف يزيد لحد اللحظه دي. طب ما بعد اللحظه دي؟ قال لك لا خلاص شكرا بقى انا اخري هنا. فالجراف اللي هيترسم ما بين الاي ام اف المتولد مع مرور الزمن مش التايم بتاع القانون مع مرور الزمن
هتلاقي بتقطع خطوط اكتر، فالدلتا فاي باي دلتا تي تزيد تزيد يعني يلف يزيد لحد ما اوصل ايه لاخر جزء في الجراف. ما بعد ذلك هيرجع يقل، بس مش قصتي لانه قال لك ات مومنت اوف اكزيت، فطبعا هيبقى يزيد لحد اخر لحظه. دي 21 22 سؤال من الافكار المحترمه بيقول لك ان انديوسد ماجنتيك فيلد جنريتد، ده المجال المغناطيسي اللي اتولد في الايه في الرينج. فالمجال ده بيمشي كده وهو جاي من هنا بيلف يمشي كده، فيبدا من هنا يخرج. فالماجنتيك فيلد انت عارف ان هو بيخرج من النورث وبيخش هنا، بص هنا هو داخل اهو بيخش ايه ساوث، يبقى دي ساوث ودي نورث. ادي اول معلومه، الكلام ده مهم قوي. وبعدين الكرنت اللي طالع من الباتري ماشي كده، فهيعمل ماجنتيك فيلد اهو، ادي الكرنت ادي الفيلد، يبقى هنا النورث وهنا الساوث. حلو، هو امتى يبقى نورث جنبه ساوث؟ العمليه دي عمليه ايه؟ عمليه اتراكشن. هات من الاخر الاول اهو، امتى يحصل اتراكت؟ لما يحصل دلتا فاي باي دلتا تي بالديكريزس، فيتولد اي ام اف يحاول يزوده، بنسميها ايه؟ بنسميها فورورد زيه يعني. يبقى انا ادور على اي حاجه تؤدي الى ديكريز، تؤدي الى ديكريز، دي اتراكت، تؤدي الى ديكريز. هل انسرتنج ايرن كور؟ لا. طب ديكريزنج ريزيستنس ده يزود الكرنت؟ برضه لا. موفينج رينج تورد يقرب؟ برضه لا. يبقى الحل اكيد ايه؟ اوبن ذا سويتش. لان انت عملت اوبن ذا سويتش، لما تعمل اوبن السويتش ايه اللي يحصل؟ الاي بي ال، فالفاي بي ال، فبيحصل دلتا فاي باي دلتا تي بل ديكريزز، فيتولد ام اف فعلا نو فورورد. يبقى القصه كلها بتمشي مع خطوط المجال، خطوط دايما خارجه من النورث من شابتر 2 وداخله في الساوث. دي 22. طب جميل، 23 و 24 شبه بعض. بيقول لك the opposite graph represents the relation ما بين الفاي ام والتايم. لمجال مغناطيسي بنتريت سيركلر كويل ذات كونكتد تو كلوز سيركت، then the time interval in which the maximum induced EMF is generated. maximum مش الـ EMF، قلنا دايركت مع دلتا فاي باي دلتا تي. حلو، يبقى القصه كلها السلوب، لان ده يعتبر سلوب اهو. فهنا واحد اتنين تلات، تلات مربعات على واحد، يبقى انا سريع على واحد. طب هنا ادي واحد اتنين على واحد اتنين، يبقى اتنين على اتنين يعني بون. هنا مفيش فاريش، يبقى نو اي ام اف جنريتد. هنا في ناس اتخدع، بص ادي واحد اتنين تلات اربعة خمسة، وهنا واحد اتنين، فدي خمسة على اتنين اللي هو الدلتا فاي على الدلتا تي، فخمسة على اتنين بتطلع اتنين ونص اصلا اهو، ودي انا دي بتطلع 3. مين اكبر رقم؟ طبعا اكبر رقم الثلاثة، يبقى ده اعلى فريش، اعلى سلوب، اعلى دلتا فاي، يبقى هو اكبر اي ام اف. فالماكسيم اي ام اف في انهي فتره؟ في الفتره اي بي اهو، دي 23. طب حلو، اللي بعد بقى 24 هو السؤال، بس انا غيرت، بس قلت لك انا عايز الاي ام اف فانش، فانش في الفتره اللي نو فاريش اهو، نو فاريش مفيش تغير، يبقى نو اي ام اف از جنريتد. ليه؟ لان الفاي كونستانت، يبقى الدلتا فاي باي دلتا تي بكام؟ بزيرو. الدلتا فاي باي دلتا تي بزيرو. انهي فتره دي؟ طبعا فتره سي دي. حلو، اخر سؤال عندنا في البارت ده شباب، ونبقى قفلنا كده اول بارت عندنا في لينز وفرادي. 25 بيقول لك سيركلر كويل معايا الاريا 4 سنتيمتر بار 2 اهو، معايا الاريا. حلو، ومدينا الريزيستنس ب 50 اوم، number of turns unknown يبقى كده هو عايزه. is placed perpendicularly، perpendicular يعني الثيتا بكام؟ ب 90. in uniform magnetic field of flux density ادي البي 0.2 تسلا. when the coil rotated 180، دي مهمه جدا، coil rotated 180 يبقى الدلتا فاي بتبقى نيجاتيف 2 بي اي. خلي بالك ليه؟ لان احنا قلنا rotated 180 يعني هو كان كده وبدا حصل له inverted يعني بقى كده. حلو، فده معناه ان الدلتا فاي نفسها هتبقى بي ايه؟ هو بادي بيربنديكولر ولف 180 اهو، ساين ماينس ساين، ساين ثيتا 1 ب 90، ساين ثيتا 2 يعني الزاويه دي اهو كانت ب 90 اهي، ولما يلف 180 بتجمعها 90 يبقى الزاويه بقت كام؟ ب 270. حلو، فدي بتطلع نيجاتيف 1 ماينس 1، فبتطلع نيجاتيف 2
بي اي. لو انت حافظها يبقى زي الفول نيجاتيف 2 بي اي. طب بعدين عايز بقى النمبر اوف تيرنز وادالك التشارج مفيش تايم، فاحنا كنا نقول ايه على طول؟ ان في فاي ايكوال كيو في ار. جت منين؟ عايز تثبتها ان الاي ام اف نيجاتيف ان دلتا فاي باي دلتا تي، فالاي ام اف هتبقى اي في ار وهنا تبقى فاي على تي. فك الاي بس، فانت لما تيجي تفك الاي هيبقى عندك ده كيو على تي في ار بتساوي ان في فاي على تي. فالتي تروح مع التي تطلع الستيتمنت اللي احنا عايزها. يبقى الان اللي هو عايزها هي عباره عن كيو في ار اوفر الفاي. حلو، الكيو هتتفك ازاي؟ ادي 1.6 10 نيجاتيف 3 في الار 50. اوعى تنسى الفاي بنيجاتيف 2 بي اي، وكان في نيجاتيف في القانون ممكن نقول 2 في البي في الاي على طول. في البي اللي هي 0.2. حلو، في الاريا في الاريا في الاريا 4 سنتيمتر سكوير. اه بس 4 سنتيمتر سكوير يبقى بار نيجاتيف 4 يبقى ده 2 بي اي. تعال بقى نحسب القصه دي. اي ثينك هتطلع 500 1.6 تايمز 10 بار نيجاتيف 3 تايمز 50 2 تايمز 0.2 تايمز 4 تايمز 10 بار نيجاتيف 4 تطلع فعلا قلنا 500 تيرنز. يبقى القصه دي تطلع ايه؟ 500 تيرنز 500 لف. فالانسر طبعا هيكون سي. يعني اتمنى الناس تكون استفادت من السيشن المحترمه دي، فيها اسئله محترمه على لينز فرادي. ان شاء الله الكماله هتنزل لك ايه قريب جدا بحيث نقفل الموضوع. اشوفكم على خير، السلام عليكم.